الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك. سبحان من بكت من خشيته العيون، سبحان الذي سجد له المصلون، سبحان الذي صام له الصائمون، سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، سبحان الله عدد قطرات الأمطار، سبحان الله عدد حبات الرمال، سبحان الله عدد أوراق الأشجار، سبحان الله عدد ما غرد طير وطار، سبحان الله عدد الليل والنهار، سبحان الله عدد المستغفرين بالأسحار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، سبحان الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من تائب فنستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم اهدنا فيمن هديت،
وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، وإلى جناتك سابقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، من لنا إذا غسلنا أهلنا، ومن لنا إذا كفنونا، وعلى الأكتاف حملونا، وفي القبور تركونا، وفي القبور تركونا، وفي القبور تركونا إلى أسئلة منكر ونكير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار، يا خالق الجنة والنار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا رحيم يا جبار، يا خالق يا قادر. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا
إلينا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة، ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، فإنك أنت خير الغافرين. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك. اللهم إنك تعلم أننا نعصيك ولكننا نحب من يطيعك، فاجعل حبنا لمن أطاعك شفاعة لنا يوم القيامة. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا، يا الله يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير.
يا شهيد يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا رشيد يا صبور اغفر لنا ذنوبنا والقف بنا وارحمنا وانصرنا واحفظنا فإنك أنت خير الحافظين فإنك أنت خير الراحمين فإنك أنت خير الغافلين فإنك أنت أحكم الحاكمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصرنا فإنك أنت خير الناصرين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدودا اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم عليك بعدوك وأعداء الدين، اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين وقتلوا علماء المسلمين وذبحوا نساء المسلمات ويتموا أطفال المسلمين، اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم، اللهم انصرنا وارحمنا والقف بنا، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك فاستجب لنا، فها نحن دعوناك فاستجب لنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.